خلال فقرة مطبخ دامتي شاركي فنون طبخ الشعرية مع دامتي. عندك شعرية ودامتي جديدة الخاصة بالشعرية والمقارونية؟ حضري أجمل طبق من ابتكارك، ضيفي جوج مكونات باش تفني فيه وشاركيه معنا على الواتساب على الرقم 0702024040. منتوجات دامتي للفوز كل يوم ومقلات كهربائية إير فراير كل أسبوع. إذن المسابقة ديالنا أكيد شروطها ولات واضحة عند بزاف ديال المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا لكم على المشاركات ديالكم. علاش؟ لأن اليوم وليتو كتعرفوا أن خاصك تكتب الاسم ديالكم بالكامل، مدينة منين نتوما، وأكيد الوصفة اللي وجدتيوها مع المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها. كتبعتوا هادشي كامل على رقم الواتساب اللي هو 0702024040. علاش هذا يفهم؟ بزاف ديال الميساج كيوصلوني كيقول لي كيفاش نشاركوا المشاركه، واش من حقنا نشاركوا المشاركه؟ من حق الجميع انهم يشاركوا، انهم يبعثوا الوصفات ديالهم، واكيد الحظ حتى هو راه كيساهم باش اننا كنختاروا هذه الوصفه اليوم ووصفه اخرى كنختاروها غدا. ماشي نقولوا ما نختاروها شيء، ولكن كل وحده والوقت ديالها. ودائما كنتمنوا ان الحظ يحلفكم باش انكم تشاركوا معنا وتنتوما تفوزوا معنا مجموعه من منتوجات من دامتي كل يوم، بالاضافه الرباح اللي كيكون كل اسبوع كل خميس كنتعرفوا على فائزه كتفوز معنا بالاير فراير. اكيد مرحبا، اليوم غنمشيو للجديده. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام. شرفني بالاسم ديالك لاله. شريفه قادري، مدينه الجديده. مرحبا. دونك شريفه، انت شاركتي معنا في المسابقه ديالنا، درتي انت المقارونيه. قولي شنو المنتوجات اللي استعملتي فيها؟ استعملت دامتي الشعريه. نعم، اجي ناخذوا المقادير والطريقه ديال التحضير شريفه. يلا. نعم، بالنسبه للمقادير درت مجعبه رقيقه ودرت شويه لاصوص ديال الماطيشه، شويه الثومه وبصله محكوكه، شويه ربيع، سحرتهم ودرت عليهم الماء ودرت شعريه حتى طابت، زدت عليها دامتي شعريه. أيه. ودرت زدت عليها شويه الملح وشويه الابزار لان دامتي الشعريه كافيه فيها كل شيء تقريبا. نعم صافي، وجدتيها ونزلتيها لوليدات ديالك بالصحه والراحه. أيه. الله يعطيك الصحة. أول شيء تبارك الله عليك شريفة، وأكيد كتربحي معنا مجموعة من المنتوجات من دامتي، بالإضافة أن الرقم ديالك كيدخل في القرعة ديال هذا الأسبوع اللي غنشوفوا شكون يفوز معنا نهار الخميس بالألف فراير. شكرا لك شريفة، شكرا لك، وشكر موصول كل المستمعين والمستمعات. أكيد مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالهم من خلال رقمنا الواتساب اللي هو راه الإشارة للجميع اللي هو 0702024040. على شدا يفهم. تفني مع دامتي جديدة الخاصة بالشعرية والمقارونية وحضري أجمل طبق شعرية من ابتكارك. شاركيه معنا عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي كل يوم منتوجات دامتي ومقلات كهربائية إير فراير كل أسبوع. دامتي، طياب فن ومتعة.